بعد الفوز على بيراميدز واستعداداته لطلائع الجيش، مباراه بعد بكره يوم الاثنين باذن الله تعالى، وهي مباراه في الحقيقه مهمه جدا، خصوصا ان فريق طلائع الجيش يعني المباراه الاخيره قدر ان هو يفوز 4-0. طيب قبل ما نتكلم او نكمل كلامنا في موضوع مباراه بيراميدز، خلينا نروح للواء علي درويش المدير التنفيذي للاستاد القاهره الدولي. يا استاذ اللواء مساء الفل عليك. مساء الفل، مساء الخير يا امير، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله والله. دلوقتي احنا بنتكلم مع حضرتك او عايزين نعرف مدى امكانيه استضافه استاد القاهره لمباراه الاهلي وصن داونز او المباريات الافريقيه المختلفه للانديه بشكل عام، هل الاستاد جاهز؟ هل في اي ازمات تعيق استضافه الاستاد للمباريات الافريقيه بالنسبه للانديه؟ لا لا لا، مفيش عندي مشكله خالص. غير ان احنا في ان شاء الله في شهر 4 هنستكمل الشغل، انتهاء الشغل من الشركه الاجنبيه للملعب عشان يستلموا منهم ان شاء الله بزرع النجيله الصفر كده. غير كده انا متعاقد مع النادي الاهلي كويس على مباراه الدوري وافريقيا. القرار بتاع انه مباراه افريقيا ما تتلعبش عندي او تتلعب بره مش بتاعي انا يعني. ده قرار امني يعني. قرار امني، لكن الاستاد نفسه جاهز، يعني مباراه مثلا الاهلي في اخر الشهر ده يعني عادي جدا ان هي تتلعب على استاد القاهره، مفيش اي ازمات بالنسبه للاستاد نفسه، الموضوع مترتب طبعاً على المفقات الامنيه. لا ما عنديش اي مشكله خالص. طيب ده امر مهم وشيء جيد جدا ان احنا تطرقنا فيه مع حضرتك، لكن بالتحديد الناس تتكلم يا استاذ اللواء على موضوع ايه؟ موضوع هو ايه موضوع الاستاد القاهره ان هو محتاج برضو اصلاحات ومحتاج النجيله تتغير وكلام من ده، ما الملاعب في الدنيا كلها بتتلعب عليها المباريات على مدار الموسم كلها ومش عارف ايه، يعني كله بيحاول يستنتج ايه اللي يخلي ان استاد القاهره يتعطل فتره اخرى رغم ان هو كان قبل كده جاهز بشكل كبير جدا للبطولات الافريقيه، يعني شفنا الفتره اللي فاتت. يا فندم التقنيه بتاعتنا بتاعت اللي موجوده في استاد القاهره دلوقتي ان يبقى في الصيف نجيله صيفي وفي الشتاء نجيله شتوي. كويس. النجيله الصيفي دي نجيله مستديمه بمعنى ان هي كل صيف تطلع لوحدها. كويس. فاحنا مش هنبقى نحتاج نزرع النجيله الصيفي غير مره واحده بس. النجيله الشتوي كل سنه بيتوقف في الملعب اسبوعين وبتتزرع. تمام. فيفضل المسطح زي ما حضرتك شايفه اخضر صيف وشتاء. في الصيف اللي فات احنا فوجئنا بكاس الامم الافريقيه للمنتخب الاول. لو كنا زرعنا النجيله الصيفي في توقيتها ما كناش لحقنا البطوله. فبخبره الخبراء الاجانب والخبراء المصريين حافظوا على النجيله الشتوي الى ان استضفنا البطوله الحمد لله. وكان الملعب متميز. وبعد حتى الحفلات اللي تمت عليه والبروفات وبدا يتعب على الصيف شهر 7 ولا 8 كان حصل فيه في البطوله اللي هي الاولمبي كان فيه لونين. لان لما جينا نعالج ما قدرناش نحط نجيله شتو تاني فحطينا نجيله صيفي فبقى في لونين في الملعب الى ان جت الشتاء وزي ما حضرتك شايف الملعب متميز الحمد لله. بالظبط. فاحنا لازم نزرع النجيله الصيفي تمام في توقيتها عشان نستلم الملعب استلام نهائي ويفضل الملعب ان شاء الله زي ما حضرتك شايفه متميز صيف وشتاء. بعكس الملاعب الاخرى اللي هي بتبقى فيها نجيله صيفي بس. بتيجي في الشتاء بتتعب يعني لو حضرتك لاحظت. بالظبط. بس هو ما فيش حد بيركز ولا بيعمل فوكس الا على استاد القاهره. لو حضرتك لاحظت دلوقتي الملاعب الاخرى بدات النجيله الصيفي تتعب غصبا عنهم لانها نجيله صيفي. بس ادي مشكله يعني. طب الفتره اللي هيتم فيها اغلاق الاستاد عشان الجزئيه بتاعت النجيله دي هتكون قد ايه بالظبط يا فندم؟ هو التوقيت السليم لزراعه النجيله الصيفي هو اول 4. تمام. بياخد من 2.5 لـ3 أشهر زرع ومراعيه الى ان يبقى الملعب جاهز للعب عليه. وتبقى دي اخر حاجه واستلمنا الملعب استلام نهائي ان شاء الله. وبعد كده يفضل الملعب صيف شتاء جاهز باذن الله. يعني هي المره الوحيده، هي المره القادمه دي هتكون الوحيده اللي هيتم فيها اغلاق الملعب لمده 2 شهر او حاجه بسبب موضوع النجيله الصيفي دي. لكن بعد كده الامور تبقى طبيعيه. لا بعد كده النجيل الصيفي بيطلع لوحده. لوحده تمام. النجيل الشتوي بيتزرع بناخد له اسبوعين ل 15 ل 16 17 يوم بس. ويبقى جاهز للعب مفيش مشكله. طيب بالعوده لمباراه الاهلي المحتمل ان هي تكون على استاد القاهره مع نهايه هذا الشهر امام صن داونز، هل في اي طلبات رسميه جت لمجلس اداره الاستاد لحد دلوقتي ولا لا؟ لسه مفيش حاجه رسميه لغايه دلوقتي لسه.
لا لا لسه طيب مش حاجه غير. في حاله ان وصول خطابات رسميه او حاجه، الساعه كامله يعني طبعا بخلاف الجوانب الامنيه، الساعه كامله او متاحه للاستاد ممكن يكون فيها جمهور عادي، ما فيش مشكله عند الاستاد؟ لا طبعا انا ما عنديش مشكله، الملعب جاهز تمام والمدرجات جاهزه والاستاد كله جاهز واحنا تحت امر النادي الاهلي والزمالك كويس طالما في موافقه يعني. طيب تمام ان شاء الله الموافقات تكون موجوده والمحاوله تنجح باذن الله. يا سياده اللواء انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اللواء علي درويش المدير التنفيذي لمجلس اداره استاد القاهره الدولي واللي كان معانا على الهاتف، وحبينا ان احنا نقرب